الو الو اكشن. طيب ايوه تبدا مقدمه يا جماعه. ها يلا ابدا مقدمه. السلام عليكم ورحمه الله يا جماعه الخير. اخيرا بعد طول انتظار الشباب الجرجي معلش اخيرا بعد طول انتظار يا جماعه الخير قدرنا نجتمع مع بعض اليوم تحدي الاربع زوايا الجزء الثالث حقيقه وامانه. يا اخي انا ترى اسكت يعني اجهز كلام حقيقة وامانة. حقيقة وامانة يا اخي ما يعرف يسولف خوينا عنده يا اخي يا عيال يا عيال عنده 43 يا الله يا عيال. طيب هدوا 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 لنا فترة طويلة يا جماعة الخير احاول اشتغل مع الشباب والحمد لله كلنا عنده اشغاله كلنا عنده ظروفه ما يزعل فيهم تعرفون وسكوت مدينين ابو فايز وناصر ابو خالد المعروف لا يعرف. اليوم نكمل سلسلة تحدي الاربع زوايا ولكن الاربع زوايا بالسيزن هذا اختلفت. راح يكون في اسلحة كل شخص بيكون عنده سلاح واحد يلعب فيه ممنوع يغيره ويشتريه بالذهب. راح نتوزع بالماب باربع جهات وراح نتقابل بنقطة معينة بالنص ونفوز الجيم فقط بسلاح واحد. عندنا اربع محاولات اذا ما جبناها راح نسوي تامر وطلبات كوامر كل شخص فينا واضح حقيقة يا جماعة. بذكرك اول شيء بذكرك دقيقة بذكرك ان عندك اربع مليون بتخشها قريب فهمت؟ دقيقة خلنا نذكرهم اربع مليون باقية لها اقل من 40,000 مجهز لكم شيء بالاربعين مليون مجهز لهم شيء بالاربعين مليون شباب 40 مليون 40 مليون واشتراك 40 مليون والله انك قصير 4 مليون معلش. المهم يا جماعه في شيء انا بقولهم مره مهمه. الشيء الاول ال 4 مليون ما بقى لنا عليها شيء نبغى نشد حيلنا باذن الله نوصلها باذن الله تعالى من هذا المقطع يعني مجهز لكم حاجه باذن الله تحبونها. والشيء الثاني واللي اعتبره شيء كبير يعني لي الكود. ليش مهم؟ لان يا اخوان بدون اي مبالغه مصدر الدعم الاكبر والاقوى كود الايتم شوب. كونك انسان تحطه اسال رب العباد انه يفتح لك ابواب الرزق ان هذا رزق يعتبر بالنسبه لي وللشباب اللي باقيين معاي. اكواد الدعم يا جماعه الخير تعرفونها اذا بغيتوا تدعمون احد لا تنسون بس اذا تشترون او دخلتوا مره تاكدوا انه مولود ترى ينشال كل 14 يوم لو انه يبقى كان والله ما ذكرتكم بس انه ينشال. فانا ادري اني اطول دائما في النقطه هذه بس انها مهمه واذا حطيتها منشني وصور لي. وشكرا للناس اللي تكتب بالكومنتات سكسبيون توب انا ما ادري ايش تكتبونها لكن والله اني استانس من ذا الشيء. اسال الله انه يرزقكم يا جماعه على الكلام الحلو المحفز في اخر مقاطع وتعليقات. يلا يلا نبدا. يلا وين انا لا تركز مكاني. ها طيب يا عيال اعيد واكرر نقطه مهمه جدا ابو فايز الان اذا مات واحد بنعيد الجيم كامل لا حد يموت تكفون. يا ابو خالد بالله ما نبغى نعيد الجيم العب زين ما مترا الو ايش فيك انت ما نبغى هواش ما نبغى هواش ترى تامر طلباتكم رجعوا فيها فلوس. احمد ها على اللي ما يحبك خرا لا اشتريت الكلمة وتقول لي استحى كدي ضيعت مكاني لا ابو خالد انزل هنا في البيت هذا اللي تحت والله مكانك زيد وهذا ساعه اتوقع انه بيموت تخيل عنده ناس سحب اللعبة والله لا يوفق عدوك احمد انا مت انا راعي سنايبر ما ادري وينه لاما خليني انا مصاب انت وين بتنزل؟ ما ادري والله اني وين انا بنزل صناديق يا اخي صوت عنده ناس ابى بجيك بلنش ابو خالد يا ابو فايز تموت الله يلعن امي يلعن امي تعال ترى بيجيك مخت بينتبه منه ها يسلك قوي مره انا وصلت عند حقتي وصلت عند حقتي بسم الله اعطينا الفرد يا اخي معي سنايبر انا ساحب علي انا اشتريت الفرد منها وانا جاهز يا عيال بس ما معي رصاص كيف الحل؟ مشكلة حد يبغى فزع يا عيال اخذت الفرد الذهبي يا عيال شريته يعني اشتريت الفرد الذهبي ارمي كل اسلحتي الان ما نلعب بالاسلحه اللي نفسها طيب انا قوه خارق كيف العب؟ هذاك يعجرقص يا قوه خارقه اي جاي يا احمد اقسم بالله قوي خرع عليك اذبحك اكبر اذبحك هذا احمد ينفع صح ذهبي يلا مشي حالك امشي حالي فيه يلا برمي مشي حالك والله اذا لقيت مقطع مشي حالك يا انا مصاب عاد انا مصاب المقطع مشي حالك سامحونا يا جماعه ما في اسلحه اليوم اللي صاب شوف شباب انا مصاب ما اقدر ايوه صح وين اسرائيل انا ودي افهم تعجينا يا عيال يا اخي قاعد امشي يا اخي هذا ايش فيه يا سعد لك نفسك تبعد انت والله العظيم خدت خلاص عندي صوت يا عيال معلقين
وينك؟ افقع 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 وين مرني مرني؟ بس 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 يسعد امكم يا رجال، يسعد امكم يا رجال. صافي صبيدع، اقسم بالله شجاع هذا الابو شايع. ما العب الا بالسلاح صح. ايوه ايوه قفل 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 قفل. يلا استر علي، الله يستر عليك، استر علي استر علي، الله يستر عليك. ما تموت ما تموت. ابو خالد بيجي يذبح، ابو خالد بيجي يذبح رجال. طلع الماس مامو. عم ماشي دير 50 بشربهم. شباب معنا يمدينا يمدينا يمدينا، لا تفقد الامل. افقد امه بعد. هذا يمدك هذا يمدك يمدك يمدك. انا اصبعي خربانة، انا اصبعي خربانة، وينه؟ اصبعي خربانة. طيقه شليته، طيقه جاك جاك من اربع فنانين. الله يلعنهم والله. والله اطلع بطاقة سعد، والله بطاقة سعد برا. معي موارد عز الله ما جبناها. انا السلام عليكم، انتم السلام عليكم بعد زي. انا بقعد جنبك هنا. كرتي 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 كيف تذبح؟ انا يمي خربان يا عيال. كرتي يا اخوي اسكت. الله يقطع ام القهر. شوف والله العظيم مسكي خربان. ورب الكعبه اني ما انزل له يا عيال مره ثانيه. ليه 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 ليه؟ انت رجال الحمد لله. السلام عليكم صديقي، بتكسر علي مره ثانيه. فنش هذا اللي على يمينك، لا تخليه يتهنى في جيمه بالله عليك. هذا منو اللي قاعد يطق علينا؟ لا تخليه يتهنى بالله، لا تخليه يتهنى. لا تخليه، لا تخليه يتهنى ابدا. يا سلام عليك يا اخي، ما معه الا خشب، الباقي اصفر. يسارك شوي تحت في الزاويه عندك هنا، امشي عليها بس. موارد قدامك يا اخي. ما معي ما معي ما معي. الله يا ورا. موارده. يا عيال يا عيال شكلنا بنغير التحدي، بنخليه شيء ثاني. اول صندوق يطلع لك سلاح تاخذه. لا 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 حلو 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 التحدي ذا. صوت العلم والابتسام السريع. تحدي ثامن عندكم اياه. يا عيال المشكلة مو هنا، المشكلة انكم انتم. مشكلة ما معكم اسلحة. لا تحط المشكلة فيني. لا تحطها فيني. انا اعطيني سلاح جاهز. طيب طيب مو مشكلة مو مشكلة. يلا يلا محاولة ثانية. خلاص خذ خذ اول سلاح يطلع لك بالصندوق. طيب واحد بس. اوكي حلو. والله حرام تموت يا قسم بالله حرام يا ناصر. مدري مودي ناصر حرام. علي الحرام والله ان اصبعي ما تأدي. علي الحرام انها ما تأدي شيء. انا على التحديات اعرق ابو شايع. ايش فيك؟ ما اقدر والله ابو خالتي. افتكركت انا طلعت فوق ومت اول واحد. اول واحد ما تيوه. هذا اسمع الكلام كالاتي، اللي بيموت اول واحد الحين بنعطيه لقب بينادونا فيه الامه كلهم. انا غير شامل اللقب، انا عندي اصابه في الابهام. اللي انا بيموت ما اول أنا واحد بنسميه اللي اول واحد الجاريه حق سكواد المجانين. الله ما اظن قاعد بدينا اسمي وما اصير جاريه. انا اعلم يا اخي يا اخي مو بحلو والله مو بحلو التحدي. ابو خالد ابو خالد تدينا ابو خالد ابو خالد. انا توترت وانا باقي في الجو شباب اقسم بالله. الله جاك العلم والله. ترى بيقولك بكل مكان يقولك يا جاي انت. ايوه شدوها 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 يا اخي والله ما يجوز. عندي عندي الحمد لله ما عندي احد. ما عندك احد انت امورك طيبه وانا بخرب الدنيا. ما عندي احد. عندي المدينه ناصر مودي ناصر مودي وعندي لام الحمد لله. في واحد بيصير جاري بين اثنين يا اخي. انا والله اصبعي خربانه يا شباب. ما تشتغل بنسبه 40% يا اخي حرام. يا عيال طلع لي فرد، طلع لي فرد عادي مو مطور. الو لا لا اسمي مجنون. رب الكعبه خذ اي فلوس. تعال احس انك وص خبر وش كنت واذنك. تعال انا وصلت عند صديقتي. اعطيني سلاحي. الله يعطيك العافيه. انا جاهز يا عيال. سنايبر جولد سنايبر جولد. ايوه ايوه حقي حقي حقي. لا لا لحظه يكون مثك مو بهذاك اللي معروف ابو طلقه. لا ابروش. تعال اعطني سنايبري. هذا هذا اي هذا هو الجولد حقي.
اي هذا هو خلاص انا امشي على الجولد ناصر. انا معي هذاك ما موجود اللي حصلته ببدل على طول احمد اللي تمشى البوت هذاك ابو سنايبر طيب اوكي اللي طلع لي منه فرد يلعن ام الضيقه طيب طب ابي اللي يطورون يا عيال وينهم ناصر عادي اي فرد انت اي فرد يا اخي اي فرد الفرد الازرق البستل الكاتم لا مو كاتم بستل ازرق سوا اي سوا يعتبر سلاح معليه يلا يعتبر فرق مو مشكله انقلب التحدي من تحدي الزوايا لتحدي السوالف بسم الله قوانين من قوانين من كيف وكل واحد بس بتحدي اربع زوايا تحدي الجاريه اللي موت اول واحد انت المهم الجاريه شوف مين الجاريه فينا لا تجي ساعدني عاري خلاص ما قاعد يصير شيء داخل نجيكم على كلنا ببيت واحد لا تجي لا تجي لا تجي ما نبيك يا عيال انا معكم بالفريق لا ما نبيك ما نبيك شكرا يا اخي لا تفتح خير تعال اسبن هنا يا اخي بالله تعال بفتح لك شير من هنا بس خلاص مره بعيد هذا من هو شيبي ذا انا بجي معاكم ما بصير يلا مزرخ اشوف لك بيت ثاني ما بصير اشوف لك بيت ثاني اخوي انزل معي ابو خالد وانت بعد معي كلنا مع بعض يا جماعه يلا خلاص اجلس سعد الله يعينك والله شكلك الجاريه حقتنا يب هذا اللي شريته منه لا 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 بيوم يا عيال اسمع صوت آلي يا عيال اذبحوا لي يا عيال اذبحوه تكفون اذبحوه يفرمون 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 كلهم يلعبون قسم روح لاخوينا يا عيال مو احنا نترك خوينا يا عيال يا عيال ما يصير جواري كل يا عيال ولا يا عيال ابو اقسم بالله رجال الزون 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 والله رجال والله رجال والله رجال الله رجال وربك انا بجي معك كل امشي امشي تابع عليهم يلا خدمه عيال يلا الزون ها لا 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 احنا جايينك يا رفيقي والفزعه اللي صارت يلا بس روح لامك انتم انتم الله يعطيك العافيه امشي امشي ابو فايز امشي 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 ابو فايز ابو فايز نزل معي بلاش يلا خدمة ابو فايز ناصر الله يعطيك العافية الزون بعيد الزون بعيد الزون بعيد والله ما اصير جارية يا عيال ما ابو خالد تحتاج باندج انا احتاج ابو محمد استغفر الله العظيم وين السكود الحين عشان اعرف اذا انا بصير جارية ولا لا طيب مع بعض ان شاء الله ما حد يصير فينا ان شاء الله ما حد يصير فينا ان شاء الله ما حد يصير فينا نبغى نفوز بالجيم تعال معنا مودي ابو خالد زابن ما يبغى يموت الكلب عرف لها بيجون الحين ناس بردون ان شاء الله ينفردون فيه يا ربي انا بمشي مع الشباب هذولي والله انهم محازم ابو فايز وابو محمد محازم يا حضرت الجاريه اخلص تعال معنا جارك جاريه سكسوكه جايك
جارك جارك دكتور. تعال تعال. إذا قلت لكم عندي سكواد بتجوني؟ أكيد. والله جد أكلمكم بتجوني. إيش دعوة؟ أكيد يا أبو أكيد لا. هذا مجرد اختبار، فشلتم كلكم فشلتم. أنا قلت أكيد أبو خالد. موضوع اتفقنا عليه البارح. الله يقعدني. هناك هناك شوفهم هناك بطلق سنايبر. والله إنهم متجهين إلينا. لعيونكم عيال. لا. أوه 15. الله يعزك. ما حد عليهم ما حد عليهم بالفرد اللي معي ها؟ ها بينت بينت لكم بينت لكم بينت لكم. ثاني جاي من هناك مسوي ذي. بقول بقول عيال بقول كمان طلع برادار هو. روح احنا سنايبر. ابو خالد. لعيونكم لعيونكم لعيونكم. ولا تطلق لا تطلق. راح 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 207 راح 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 الثاني 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 يا رجال يا رجال يا رجال ما شاء الله اللوت عندنا اخر سكواد اخر سكواد على اخر سكواد ادلكم 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 اي والله تعرفين ها يا ابو مسكين هاي بعد وين جو دول واحد مستعش لا عدتلك واحد عدتلك واحد عدتلك واحد وينك 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 شغل نغمة شغل نغمة شغل 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 نغمة 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 يلا يا رجال لا لا بخل عدتلكم واحد وايد وايد واحد راح رجال صاري راح بقى الأخير عندي لا 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 يا عمري يا عمري ليتس جو الحمد لله كم يفنشني يعطيكم العافيه شكرا جزيلا لكم شكرا لكل الحضارة السويه يا جماعه الخير اكو الدعم الشام وردوا كلها اس بي اس دبليو واي اس او اكس واسمر برضو اعيد واكرر لا تنسون تشترون وانتم حاطين كود تحت الله يعطيكم العافيه قنوات شباب تحت السلام عليكم